السلام عليكم، مرحبا. اليوم إن شاء الله راح نتحدث عن مختبر 12، واللي بيتحدث عن تشخيص البكتيريا بواسطة البيوكيميكال تيست أو بكتيريال ايدنتيفيكيشن أو التعرف عليها. طبعا هذا في مختبر 12، في كمان مختبر 13 بيتحدث عن الموضوع هذا. في نقطة بدي أحكيها هون، إحنا أخذنا في مختبر اللي Initial Growth Characteristics نتعرف على صفات الجروث لما نزرع عينة مريض ونزرعها بالفور كوادرانت ستريكينج وتطلع عنا مستعمرات منفصلة، فبنشوف خصائص المستعمرات هاي وبنشوف كمان بعض معلومات ممكن انه نستقيها من طبيعة الميديا اللي استخدمناها في الزراعة، وهي سميناها الانيشال جروث كاركترستكس. انه هاي المعلومات اللي هي الانيشال جروث كاركترستكس بعض احيان ممكن تساعدنا انه نتعرف شيء على البكتيريا هاي من خلال يعني علامات او خصائص مميزه للمستعمرات، زي الوان معينه، زي ريحه معينه، زي سوارم موتيليتي. بعض احيان هذه الانيشال جروث كاركترستكس بتكون مش كفايه. طبعا ما ننساش المعلومات اللي اخذناها زي الجرام ستين وسبور، في سبور فيش سبور، هالبكتيريا جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف، في كبسول فيش كبسول، مثلا طبيعة الميديا اللي استخدمناها اللاكتوز، مثلا فيرمنتيشن، في لاكتوز فيرمنتيشن، في لاكتوز فيرمنتيشن زي المكونكي والاي ام بي. كيف تحدثنا عن البلاد اجر، انه بعطينا يعني معلومات عن الهيموليتيك اكتيفيتي الفا وبيتا وجاما هيموليسيس. كيف تحدثنا عن المنتول سولت اجر، هاي الميديا مثلا خاصه للستافلوكوكساي، بتقدر تميز الستافلوكوكساي عن غيرها من ستافلوكوكس اوريوس عن غيرها من ستافلوكوكساي. وكمان تحدثنا على الاي ام بي، كيف بيميز الشيشه كولاي انها بتكون ميتاليك شين. هاي كل الاشياء اللي تحدثنا عنها هي من ضمن الانيشال جروث كاركترستكس اللي ممكن بعض احيان زي ما حكيت ممكن نتعرف على البكتيريا اللي عامله انفكشن للمريض من خلال هاي المعلومات اللي بتكون في معلومات مميزه بتميز بكتيريا معينه بصفات مستعمراتها في الهيموليتيك اكتيفيتي، في اللاكتوز فيرمنتيشن، ميتاليك شين على الاي ام بي، او ان المعلومات هاي بتكونش كفايه فبنضطر نلجا ل فحوصات تانية، فحوصات لها علاقة في خصائص البيوكيميكال بروبرتيز للبكتيريا، سواء مثلا من ناحية تعاملها مع الكربوهيدرات فيرمنتيشن أو أوكسيديشن، أو من ناحية تعاملها مع اليوريا، أو مثلا تعاملها مع الأمينو أسيد معينة، من ناحية وجود أنزيمات معينة، مثلا في أنزيم الكاتاليز، فيش أنزيم الكاتاليز، في أنزيم الكوجوليز، فيش أنزيم الكوجوليز، في يعني بوزيتيف نيجاتيف، يعني في انزيم الاوكسيديز، فيش انزيم الاوكسيديز، اوكسيديز بوزيتيف، اوكسيديز نيجاتيف. فهي الشغلات، هاي الصفات، هاي البيوكيميكال بروبرتيز بعض الاحيان نضيفها للاشياء اللي اخذناها من اول، الانيشال جروث كاركترستكس، الجرام ستين، سبور ستيننج، في سبور فيش سبور، في كبسول فيش كبسول، بالاضافه ل البيوكيميكال بروبرتيز. هاي هاي الصفات كلها لما نحصل عليها بطرق دقيقه تكون ما نكونش في غلطات في فحوصاتنا، نشوف هاي المعلومات او هاي الصفات لاي بكتيريا تبع. طبعا في عندنا كتب الدياجنوستيك مايكروبيولوجي هنا دارسين البكتيريا، كل نوع بكتيريا، ودارسين كل خصائصه ابتداء من المورفولوجي والارنجمنت والجرام ستين والكبسول فيش كبسول، سبور فيش سبور، بوزيتيف سبور نيجاتيف، كبسول بوزيتيف كبسول نيجاتيف، وبعدين دارسين البيوكيميكال بروبرتيز. فاحنا بنتعامل مع النون عمالنا، فبنتعامل مع النون نشيل الصفات بتاعت النون هاي، وبالاخر ناخذ الصفات هاي او هاي الكاركترستكس بنروح على كتب الدياجنوستيك مايكروبيولوجي بنشوف هاي الصفات لاي بكتيريا تابعه. طبعا واهم شيء في شغلنا انه يكون طريقه عملنا صح، انه نعمل الفحوصات صح عشان تكون النتائج صح، لانه اذا احنا ما عملناش هاي الفحوصات صح بتطلع لنا نتائج مخربشه، وناخذ الصفات هاي والنتائج اللي حصلنا عليها اللي تكون مخربشه ونروح على الجداول هاي تاع صفات الميكروبات، ساعتها مش رح نوصل لشيء. فمن اهم الاشياء انه تكون طريقه عملنا للفحوصات وطريقه قراءتنا لها صحيحة عشان نحصل على دقائق، على نتائج دقيقه، وبالتالي نتمكن ان نتعرف على البكتيريا هاي لما نشوف هاي الخصائص لاي بكتيريا تابعه. فاحنا بنمشي باتجاه عكسي، يعني بنشوف الخصائص احنا الصفات اللي عندنا للبكتيريا اللي بتاعت عنا، نروح بعدين نشوف هاي الخصائص لأي بكتيريا تابعة. وزي ما حكيت في بعض خصائص مميزة جدا لأنواع بكتيريا ممكن بسرعة نتعرف عليها، وفي أحيان ممكن نتغلب، في أحيان نوعين أو ثلاث أنواع بكتيريا بتشابهوا ب20 30 خاصية، بس يمكن يختلفوا خاصية أو ثنتين، فبنضطر نعمل فحوصات كثير على أساس نشوف على الأقل شيء أو أي يعني ميزة خاصة ممكن تفرق لنا بكتيريا A عن بكتيريا B عن بكتيريا C. فهي هي الفكرة هون بشكل عام. فاليوم رح نتحدث عن البيوكيميكال تيست اللي رح نحكي عنها.
فهو نتحدث في اول سلايد انه في كثير انواع بكتيريا ممكن تتشارك في الصفات بتاعتها، صفات structural في الجرام ستين في نفس الجرام ستين، ان جرام بوزيتيف او جرام نيجاتيف، ممكن يكونوا نفس الوقت باسيلاي جرام نيجاتيف باسيلاي مثلا. في كثير انواع بكتيريا جرام نيجاتيف باسيلاي، في انواع بكتيريا كثير جرام بوزيتيف باسيلاي، في انواع بكتيريا جرام بوزيتيف اوكساي. في يعني صفات مشتركه كثير بين البكتيريا من خلال مثلا الجرام ستين بتاعتها او شغلات زي هيك. فبالتالي زي ما حكيت انه يعني بدنا نطلع جميع الاشياء اللي ممكن يعني نتعرف على البكتيريا هاي. فحكينا من اول ممكن نطلع زي هون على الانيشال جروث كاركترستيك، زي ما حكينا من اول ممكن نكون تراجعوا الشابتر او عفوا اللاب المختبر على الانيشال جروث كاركترستيك والاشياء اللي حكيناها. وزي ما حكيت هاي ممكن الاحيان ما تكفي، ممكن نضطر لاشياء ثانيه. الاشياء الثانيه اللي نطلع لها اللي هي structural properties، يعني ممكن بالانيشال طبعا بدايه الانيشال جروث كاركترستيك، بعدين structural characteristics زي مثلا المورفولوجي، هل البكتيريا كوكساي باسيلاي، هل عامل ارينجمنت، هل عامل مثلا ستافلوكوكساي ستريبتوكوكساي، الجرام رياكشن هي جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف، او ممكن نضطر لاسيد فاست ستيننج، البريزنس اوف ابسنس اوف سيرتن ستراكشرال كومبوننت زي مثلا في كبسول فيش كبسول في سبور فيش سبور. ممكن هاي كلها صفات برضه ما تكفي، لانه زي ما حكيت كانوا كثير بكتيريا بتتشارك او بتتشابه في الصفات. بعدين بنروح ل الفيسيولوجيكال بروبرتيز، هل البكتيريا موتايل ولا نون موتايل مثلا، صفات ممكن ندرسها. بعدين رح نروح لفيزيكال بروبرتيز، هل هي ايروبيك او نون ايروبيك، هل البي اتش بتاعتها نيوتروفيل اسيدوفيل الكاليفيل، هل التمبرتشر ثيرموفيل، هل السولت كونسنتريشن بتاعها عادي ولا هي بتحب السولت ولا كذا زي هيك. هاي كلها صفات. بالاخر اذا كل هاي الصفات او كل هاي الخصائص ما كفت لنتعرف على البكتيريا، نجي للبيوكيميكال اند انزيماتيك بروبرتيز. فهي ترتيبنا كيف نبلش نفكر في البكتيريا اللي بتطلع عنا من عينة المريض. يعني ناخذ بعين الاعتبار في البدايه الانيشال جروث كاركترستيك، بعدين structural بروبرتيز، بعدين physiological بروبرتيز، بعدين وفي بالاخر نضطر نلجا لاشياء يعني بيوكيميكال تيست، لانه بعد احيانا الصفات هاي كلها او الخصائص ما بتكون كفايه. طيب بالنسبه ل يعني هاي الاشياء اللي يعني تحدثت عليها، كان بعمل لكم مراجعه للمختبرات السابقه اللي اخذناها في اللاتا، وكيف ممكن نربط المعلومات اللي اخذناها في المختبرات السابقه في المعلومات اللي في المختبر هذا. المعلومات كلها اللي اخذناها في الماضي واللي بنعملها حاليا، اللي بنعملها حاليا كانت تكمن الاشياء اللي عملناها في الماضي. زي هون بذكركم انا في التايب اوف كلتشر ميديا اللي استخدمناها، ممكن تعطينا معلومات الانفيرمنت كيف يعني الفور كوادرنت ستريكينج، الانيشال جروث كاركترستيك اللي حكينا عنها، المورفولوجي، الشوجر فيرمنتيشن، لاكتوز، الجروث المنتول، كل الاشياء اللي اخذناها بحاول اذكركم فيها واربطها مع المختبر هذا. كل الاشياء اللي تحدثت عنها من اول، وبحكي لكم في النهايه انه ممكن هاي ما تكون كفايه، بدنا نعمل اشياء ثانيه زي البيوكيميكال بروبرتيز. البيوكيميكال تيست اللي بنعملها يعني تعرفت عليها اليوم او نتعلمها اليوم، فممكن نلجا في البدايه للانزيماتيك بروبرتيز، هل في انزيمات معينه، هل البكتيريا عندها انزيمات او ما عندهاش انزيمات معينه، هل هي بوزيتيف للانزيم او نيجاتيف للانزيم زي انزيم الكاتاليز او الكوجوليز او الاوكسيديز. وبرضه زي ما حكيت بعدين نلجا ل الميتابوليك بروبرتيز من ناحيه ترمنتيشن يوتيلايزيشن ل الكربوهيدرات ترمنتيشن او اوكسيديشن، ممكن نلجا للامينو اسيد ديجريديشن زي تريبتوفان دي امينيز دي كربوكسيليز، وجود مثلا هاي البكتيريا عندها تريبتوفان دي امينيز انزيم او ما عندهاش، هل عندها دي كربوكسيليز انزيم او ما عندهاش، هل في عندها الفينيلالانين دي امينيز او ما عندهاش. ممكن برضه يعني نلجا لبعض صفات يعني استخدام بعض مواد زي مثلا اليورياز، هل يعني بتحط اليورياز او لا، ما بتحطش اليورياز او شغله زي هيك. فيعني هي مجمل الاشياء يعني اللي الخطوات اللي بنعملها والخطوات اللي بنسويها بالبدايه. يعني زي خليني بسالك كمان مره يعني سلايد هاد او سلايد هذا بلخص يعني الخطوات اللي بنعملها في التعرف على البكتيريا اللي بتطلع لما نزرع وتطلع الكلتشر. هذا بلخص كل شيء اخذناه من اول، كيف بربط معلومات بتبعتها البعض، وش الاشياء اللي بندرج فيها شوي شوي، من الانيشال جروث كاركترستيك للستراكشرال بروبرتيز للفيزيكال بروبرتيز للفيزيكال بروبرتيز للبيوكيميكال اند انزيماتيك بروبرتيز زي ما حكيت. يعني هذه هي البلان بتاعتنا عمليه تشخيص الميكروبات البكتيريا مجرد ما تطلع على الكلتشر ميديا اللي استخدمناها. طيب زي ما حكينا هون في اشياء من ضمن البيوكيميكال تيست، نطلع على الانزيمات، نطلع على الميتابوليك بروبرتيز، نطلع على زي الكربوهيدرات اوكسيديشن اند فيرمنتيشن، زي الامينو اسيد ديجريديشن،
باستخدام انزيمات زي تريبتوفان دي امينيز الكربوكسيلاز الانين دي امينيز ذا سنجل سبيكتولايزيشن. هيك امثله على بعض البيوكيميكال تيستس يمكن ان نعملها. طيب نيجي لاول شغله على الانزيماتيك بروبرتيز اللي هي الخطوه الاولى هاي، او مثلا ممكن نطلع على ديكشن اوف بارتيكولر انزيمز. يعني في من الانزيمات اللي ممكن ندور عليها البكتيريا عند الانزيم هذا او ما عندهاش الانزيم هذا، هو انزيم الكاتاليز او الفحص بنسميه الكاتاليز تيست. الكاتاليز عباره عن انزيم، هو الانزيم يستخدم في تحطيم ال H2O2. وهذا الانزيم ذكرناه في البكتيريا الايروبيك والانيروبيك بكتيريا، وكيف البكتيريا بتتخلص من الفري راديكلز باستخدام سوبروكسيد ديسميتاز. وبعدين الكاتاليز، طبعا دور الكاتاليز انه يحطم ال H2O2 ل H2O زائد O2، لان ال H2O2 هي ماده سامه. طب احنا بندور البكتيريا عند الانزيم هذا او لا، هل هي كاتاليز بوزيتيف او كاتاليز نيجاتيف؟ باختصار بنجيب ال H2O2، احنا بنحضر H2O2 بتركيز 3% على ما اظن، ونجيب نقطة على السلايد، وبعدين نجيب شوية بكتيريا على لوب بلاستيك ما يكونش معدني، وبناخذ البكتيريا من يفضل من ميديا غير البلاد أجر، لأنه البلاد أجر في الريد دوت سيلز فيها كاتاليز ممكن تعطي فولز بوزيتيف ريزولت. إذا بناخذ بكتيريا في اللوب زي ما حكيت لوب بلاستيك من البلاد أجر، بدنا نكون حريصين ما ناخذش من الميديا اللي فيها ريد بلاد سيلز. فيفضل إنه يكون زرعين البكتيريا على ميديا فيش فيها ريد بلاد سيلز زي نيوترينت اجر او شيء، واذا اضطرنا ناخذ من بلاد اجر بنكون حريصين ما ناخذش من ميديا عشان ما تطلعش من معنا يعني فولس ريزلتس. بناخذ كميه منيحه من البكتيريا بنلامس باللوب، بنحط البكتيريا على النقطه هاي، في هذه النقطه صارت تتفور زي الكولا زي 7 اب، معناه انه البكتيريا طبعا احنا بنحط مليارات الخلايا البكتيريا او مئات الملايين البكتيريا، وكل واحده فيها انزيم كاتاليز، فبتكون كميه انزيم منيحه كانوا، فبتصير حطم ال H2O2 ل H2O زائد O2، والاكسجين بصير يطلع بابلز زي هيك، معناها بتكون بوزيتيف يعني عند انزيم الكاتاليز، اذا ما صار اي شيء بتكون نيجاتيف. هذا التيست اكثر شيء يستخدم عشان نفرق بين ستافلوكوكساي وستريبتوكوكساي. كل انواع ستافلوكوكساي كاتاليز بوزيتيف او عند انزيم الكاتاليز، وكل انواع ستريبتوكوكساي يعني كاتاليز نيجاتيف. مش معنى انه ممكن نستخدمه في انواع بكتيريا ثانيه، ممكن يعني مثلا الكيروبكتيرياس زي الكولاي والكليبسيلا كلهم برضه كاتاليز بوزيتيف، بس اكثر شيء في المختبرات الميكروبيولوجي هذا الفحص اللي نستخدمه عشان نميز ما بين الستافلوكوكساي والستريبتوكوكساي. زي ما حكيت الستاف كلهم كاتاليز بوزيتيف والستريب كلهم كاتاليز نيجاتيف. طيب هاي في كمان انزيم عندنا نطلع عليه اللي هو انزيم الكواجوليز. هذا الانزيم طبعا انزيم الكواجوليز انزيم، لو يعني جبنا الانزيم هذا حطيناه مع الفايبر، يعني وظيفه الانزيم هذا بحول الفايبرينوجين لفايبرين، والفايبرين هو المسؤول انه يعمل الكلوت، فبالتالي هو اسمه كواجوليز بيعمل كواجوليشن. يعني جبنا بلازما وخلطناه مع البكتيريا اللي في انزيم الكواجوليز هذا، فبالتالي البلازما هذه بتصير تعمل كلوت، فبالتالي بيكون عنده انزيم الكواجوليز. هذا الفحص بالذات اكثر شيء نستخدمه عشان نشوف بعض شاكين بعض انواع بكتيريا، وبنعرف من خصائص البكتيريا هي انها عندها انزيم الكواجوليز. فاذا عملنا الفحص طلعت بوزيتيف، معناه باكد هذا الشيء اللي بنفكر فيه عملنا. ومن اهم يعني الاشياء اللي بنعملها في الفحص هذا او الكواجوليز تيست انه نميز بين انواع ستافلوكوكس هاي. انتبهوا قبل شوي حكيت ان الكاتاليز تيست بميز ستافلوكوكس هاي عن ستريبتوكوكس هاي، بس الكواجوليز تيست بميز الستافلوكوكس هاي بين بعض، بس بين الستافلوكوكس هاي يعني ستافلوكوكس في ثلاث انواع من ستافلوكوكس هاي ممكن تصيب الهيومنز، في ستافلوكوكس اوريا، ستافلوكوكس ابيديرميديس، ستافلوكوكس سبروفيتيكس. الوحيد فيهم اللي هو كواجوليز بوزيتيف اللي هو ستافلوكوكس اورياس. اوكي الكواجوليز تيست ممكن نعمله في طريقتين، في طريقه بنسميها سلايد ميثود، في طريقه بنسميها تيوب ميثود. سلايد ميثود بنجيب سلايد ازاز ونحط عليه نقطه بلازما، والبلازما هي غالبا في يعني في رابط بلازما بتكون الارانب، بلازما الارانب وحاطين فيها الانتي كوجولانت سيتريت رابط بلازما، ونحط نقطة على سلايد فيها، ونجيب كمية بكتيريا ونحطها مع البلازما هاي، كمان بنشوف النتائج وكيف بتبين. فالسلايد ميثود بيكشف نوع من الكواجوليز انزيم بيكون مربوط على السيرفس تاع البكتيريا، فبسموه يعني كلامبينج فاكتور او السيرفس باوند كواجوليز. وفي كمان كواجوليز نفس البكتيريا ممكن تنتج كواجوليز انزيم وتفرزه لبرا، وبسموه سكريتد يعني
او فري كواجوليز، فبنعمله او نكشف عنه بواسطه يعني التست بيسموه التيوب ميثود. زي ما قلنا سلايد ميثود عشان نكشف عن الممبرين باوند كواجوليز، والتيوب ميثود عشان نكشف عن الفري كواجوليز. فسلايد ميثود هيو بنجيب رابط بلازما سيتريتد، رابط بلازما بنحط نقطه ونجيب كميه بكتيريا في اللوب وبنصير نحطها ونلف. فاذا صار كتل معناه البكتيريا كواجوليز بوزيتيف، لانه يعني بصير كانه كلوتنج البلازما بصير زي كتل هيك. هذا سلايد ميثود اللي حكينا الممبرين باوند كواجوليز. والفري كواجوليز تيوب ميثود بنجيب بلازما اللي ربت بلازما سيتريتد بلازما نص ام ال تيوب، بنخلط مع بكتيريا بكميه منيحه من البكتيريا وبنحطها في الانكيبيتر على حراره 35 مئوي، وبعدين بنصير نفحص التيوب هذا كل نص ساعه تسمع. يعني كل نص ساعه أو فترات، مثلا نص ساعة بعد ساعة بعد ساعة نص بعد ساعة تاني لغاية حوالي 4 ساعات، أو حتى ممكن نضطر نخليه أوفر نايت طول الليل. وتاني يوم نطلع فقبل تكون بلوت يعني هاي كيف يعني كيف هاي عامل بلوت، والبلوت هاي مترسبة تحت، هاي مش عامل بلوت، هذا بوزيتيف هذا نيجاتيف. بس طبعا هذا التست ممكن ياخذ وقت لأنه لازم يعني نحط كمية بكتيريا منيح ونحطها في الحاضنة ونطلع كل نص ساعة، حتى لغاية كمان ممكن نضطر نخلي التيوب في الانكيبيتر في الحاضنة لمدة 24 ساعة تقريبا، اوفر نايت خلينا نقول تقريبا يعني 18 ساعة. فهذا يعني باخذ وقت اللي هو يعني الفري كواجوليز. فبقول هون انه يعني الفحص هذا اكثر شيء يستخدم الستافيلوكوكساي عشان يميز الستافيلوكوكس اوريس عن غيره انواع من الستافيلوكوكساي. كيف ستافيلوكوكساي اوريس كواجوليز بوزيتيف، كيف ستافيلوكوكس ابيديميدس كواجوليز نيجاتيف، وادي ستافيلوكوكس كواجوليز نيجاتيف. اوكي طيب هي هون عندنا مثلا في شغله هون مثلا يعني زي هذا بسموها فلو شارت، يعني خارطه الطريق يعني كيف ممكن نمشي. فطلعت لنا بكتيريا مثلا عينة مريض، عملنا جرام ستين طلعت جرام بوزيتيف كوكساي حسب ما نشوف في انتر ذا مايكروسكوب. فهي هون جرام نيجاتيف كوكساي، هون جرام بوزيتيف كوكساي. فاذا البكتيريا كانت جرام نيجاتيف كوكساي او ممكن تكون جرام نيجاتيف باسيلاي او برانشينج جرام نيجاتيف، هون جرام بوزيتيف. اذا طلعنا جرام بوزيتيف نشوف هل هي باسيلاي او كوكساي. اذا كانت جرام بوزيتيف كوكساي، الجرام بوزيتيف كوكساي اللي بيصيب للهيومنز اكثر شيء الستافيلوكوكساي والستريبتوكوكساي. كيف نميز ستاف عن ستريب؟ نميز ستاف عن ستريب انه نعمل الكاتاليز تيست، إذا طلعت بوزيتيف بتكون ستافيلوكوكساي، إذا طلعت نيجاتيف بتكون ستريبتوكوكساي. طبعا ستاف وستريب ممكن نميزهم تحت الميكروسكوب من خلال الارينجمنت، هل هي عامله كلاسترز الجرام كوكساي عامله كلاستر ولا كوكساي عامله تشينز. بس بعض الاحيان تحت الميكروسكوب بتكون شيء مش واضح كثير، ممكن يعني ما نميز منيح. فنرجع للكاتاليز تيست، إذا مش عارفين نقرر تحت الميكروسكوب هاي الجرام بوزيتيف كوكساي عامله كلاستر ولا عامله تشينز. فإذا عامله كلاسترز بنتأكد من الموضوع هذا، نرجع للكاتاليز تيست. إذا بتكون كاتاليز بوزيتيف في ستافيلوكوكساي، إذا بتكون كاتاليز نيجاتيف بتكون ستريبتوكوكساي. إذا كانت كاتاليز بوزيتيف يعني ستافيلوكوكساي، طب هي ستافيلوكوكس أوريس ولا غيرها الأوريس؟ بنعمل كوكاليز تيست. إذا كوكاليز بوزيتيف بتكون ستافيلوكوكس أوريس، إذا كوكاليز نيجاتيف بتكون ستافيلوكوكس سابروفيتيكس أو ستافيلوكوكس إبيديرميديس. نشوف إذا في شيء ممكن نميز ستافيلوكوكس سابروفيتيكس عن إبيديرميديس. نكبر الصورة شوي هون. ممكن طبعا هون في من النيفوبويسين سنسيتيفيتي انه هذا انتي بايوتيك، يعني بسون متذكرين مين فيهم يعني حساس للانتي بايوتيك ومين مش حساس. بس اللهم انه يعني ميزنا ستافيلوكوكس اوريس انه كوجوليز بوزيتيف، اذا طلعت كوجوليز نيجاتيف يا بكون ستاف ابيديرميس او سوبرفوتيكس. في واحد فيهم حساس للنيفوبويسين واحد لا، فعشان ميز هذا ستافيلوكوكس سوبرفوتيكس عن ستافيلوكوكس ابيديرميس ممكن نلجأ ل نيفوبويسين سنسيتيفيتي. فلاحظوا كيف مشينا، عملنا جرام ستين طلعت معنا جرام بوزيتيف كوكساي، اذا جرام بوزيتيف بكتيريا اول شيء وكوكساي معناها يا ستاف يا ستريب. نعمل كاتاليز تيست، الكاتاليز تيست بوضح لنا ستاف او ستريب، باكد لنا يعني بالاضافه للمورفولوجي والارينجمنت جرام رياكشن. واذا كان ستاف كوكساي من ميز ستاف اوريس عن غيره عن طريق الكوكاليز تيست، وحتى نميز بين هذا وهذا الدرين نوفوبايسين. طبعا اذا بتتذكروا حكينا ستافيلوكوكس اوريس ممكن كمان نميزه عن طريق انه بيطلع المينيتول سولت اجر وبعطينا مستعمرات لونه اصفر لانه بيعمل فرمنتيشن للمينيتول. ففي اكثر من طريقه ناكد ان هذا ستاف اوريس. طبعا في الحاله هاي طيب نيجي ل في كمان انزيم بسموه انزيم الكوكسيديز اللي هو اسمه سايتوكروم اكسيديز تيست او الاكسيديز تيست. هل البكتيريا عند الاكسيديز تيست او ما عندها؟ هل هي اكسيديز بوزيتيف او اكسيديز نيجاتيف؟ هذا التست بالذات بميز لنا بين عائلات من البكتيريا من الجرام نيجاتيف بكتيريا، زي مثلا عائله الانتيروبكتيرياسي
وعائله البسيلومونياسي. ما مثلا على سبيل المثال انه كل عائله الانتيروباكترياسي اللي من ضمنها الايكولاي والكليبسيلا والبروتياس والانتيروباكتر والسراشيا، طبعا هاي عائله كبيره، كل افراد العائله هاي او الانتيروباكترياسي اوكسيداز نيجاتيف. بينما في علاقة تانية من الجرام نيجاتيف بكتيريا اوكسيداز بوزيتيف زي عائله السيلومونس فاميلي سيلومونياسي وعائله البيبريا. فبالتالي اذا عندنا جرام نيجاتيف باسيلاي مثلا وعملنا الاوكسيداز تيست، اذا كانت اوكسيداز نيجاتيف بنفكر بالاتجاه هاي، اذا كانت اوكسيداز بوزيتيف بنفكر بالاتجاه هاي. الاوكسيداز تيست هذا الانزيم اكيد بعمل فحص، هذا مبدا انه بيجي بسبستريت ماده هذا الانزيم بحطينها، هاي الماده لما نحطها في سوليوشن او تكون بتكون لهاش لون، اذا الانزيم هذا موجود وحطها من الماده هاي نتيجه تحطيم الماده هاي بيطلع لنا ماده لونها بنفسجي. فاذا ظهرت ماده بنفسجيه معناها الماده الرئيسيه تحطمت واعطتنا برودكت لونها بنفسجي، معناها البكتيريا عند الانزيم اللي بيسبب كروموسيليز او سيلوسيليز بيكتب بوزيتيف. واذا ما صار شيء ضل لونها ما تغيرت لون الماده دي زي المي بتكون اوكسيديز نيجاتيف. من الامثله على البكتيريا الاوكسيديز بوزيتيف سيلمونس اوريجينوزا اوكسيديز بوزيتيف، الايكولاي اوكسيديز نيجاتيف. اوكي طبعا الماده اللي بنستخدمها او اللي بصير في الانزيم هاي ريدوكس، عباره عن ريدوكس رياكشن. في سبستريت بسموه تترميثيل بارافينيلامين دايميثيل بارافينيل اديلين ديامين. فهي الماده اللي هي بتكون لونها كلرلس سوليوشن، واذا تحطمت الماده هاي من الانزيم هاي، اذا الانزيم هاي موجود بعدنا برودكت لونها بيربل. طبعا في اكثر من طريقه نعمل فحص هاد. في طريقه عفوا هون يعني ممكن تكون في ورقه بتكون يعني فلتر بيبر بتكون مشبعه في الميديا هاي، وتكون الورقه مجففينها من اول، فبنجيب بكتيريا وبنحطها على الورقه هاي. طبعا البكتيريا بتكون فيها رطوبه وفيها مي لما ناخذها من البليتس، فبنحطها على الورقه هاي، فالماده اللي في الورقه بتدوب في الرطوبه، واذا الانزيم اللي في البكتيريا موجود الانزيم هاي بحطم بعطي اللون بنفسجي زي ما شايفين هيك، فاذا ظهر اللون بنفسجي بده خلال كم دقيقه يعني ليظهر بيكون اوكسيديز بوزيتيف، واذا ما ظهر شيء ما تغير بيكون اوكسيديز نيجاتيف. يعني في اكثر من طريقه كيف نعمل، يعني هذه اسمه ستريب ميثود. في بيكون ستريب ورقه حاطين فيها الماده هاي كباودر، وبنحط عليها البكتيريا كميه بكتيريا منيحه، فبتدوب البكتيريا من الماده من الرطوبه اللي مع البكتيريا اللي مع الميديا او مع البكتيريا، واذا في الانزيم رح حاطين ويعطينا لون بيربل. او ممكن نكون حاضرين سوليوشن احنا اصلا من الماده هاي، ونحط نجيب يعني نقطه نحط على سلايد نحط مع بكتيريا وزي اللون برضه غير لبربل. يعني في اكثر من اسلوب ممكن نعمل فيه الفحص. طيب هون عاد اخذنا فكره عن الانزيم الكاتاليز وانزيم الكواجوليز وانزيم الاوكسيديز البوزيتيف او النيجاتيف. نيجي لفحوصات يعني هاي انزيماتيك بروبرتيز اللي حكينا عنها، نيجي نحكي عن البايوكيميكال بروبرتيز. يعني ممكن من احد الصفات اللي تطلع لها هي الشوغر فيرمنتيشن، هاي البكتيريا لاي شوغر بتعمل فيرمنتيشن. طبعا في كثير انواع من الشوغرز سواء مونوساكرايد او دايساكرايد شوغرز، واخذنا من اول مره علينا كيف المكون كيف بيميز البكتيريا اللي بتعمل لاكتوز فيرمنتيشن من البكتيريا اللي بتعمل لاكتوز فيرمنتيشن، كيف الاي ام بي برضه بيميز، كيف المنتول سولت اجر بدنا انه ستاف اورس بيعمل منتول فيرمنتيشن. بس برضه ممكن نعمل فيرمنتيشن لانواع كثيره من الشوغرز. يعني تخيل انه عندنا 20 شوغر مثلا، وبنفحص هاي البكتيريا لاي شوغر بتعمل فيرمنتيشن دول 20. طبعا كل بكتيريا اللي زي بصمه معينه في الشوغر فيرمنتيشن يعني بتعمل لكذا وكذا 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 شوغر فيرمنتيشن، ما بتعملش لكذا وكذا. في انواع بكتيريا بتعمل فيرمنتيشن ولا للشوغر، في انواع بكتيريا بتعمل فيرمنتيشن للشوغر الفلاني والعلاني وبكتيريا ثانيه كذا. فكل بكتيريا زي لها بروفايل، سواء انها بتعمل فيرمنتيشن للشوغر نهائيا او بتعمل لبعض انواع الشوغر، فبالتالي بيكون جدول معين انه كل بكتيريا لاي شوغر بتعمل لها فيرمنتيشن. طيب طبعا التست هذا اللي بنعمله بسموه الفينو ريد بروث تيست، هذا بيكون عن يعني بروث زي نيوتريت بروث او بروث مغذي للبكتيريا، وبنحط فيه الشوجر اللي بدنا نفحصه. ممكن احنا نحضر 20 تيوب، كل تيوب في شوجر بيختلف عن الثاني، يعني كل تيوب المفروض بيكون في شوجر واحد. وكمان في شغله طبعا الشوجر فيرمنتيشن بيؤدي لانتاج اسيد. طبعا اذا صار فيرمنتيشن لما نحط البكتيريا مع البروث هاد ويكون في شوجر بنخلي 24 ساعه في الحاضنه، البكتيريا بتتكاثر. واذا بتعمل فيرمنتيشن للشوجر اللي احنا حاطينه في التيوب هاد، الفيرمنتيشن بيعطينا اسيد، والاسيد بغير البي اتش تاعت البروث بخليها تصير اسيدك. عشان هيك شو بيعملوا؟ بحضروا بروث
حطوا فيه شوجر اللي بنفحص هل البكتيريا بتعمل فرمنتيشن او لا، وبحطوا بي اتش انديكيتر، هذه ماده بتغير لون حسب البي اتش. فالبي اتش اللي استخدم او البي اتش انديكيتر اللي مستخدم بسموه فينول ريد. فالفينول ريد هذه الماده بتكون لونها احمر على بي اتش نيوترال، بصير لونها اصفر على بي اتش اسيديك. فالفحص هذا بسموه فينول ريد بروث تيست، يعني بروث في فينول ريد. طبعا تبع الشوجر اللي بيكون موجود، احنا بنقرر التيوب هذا يكون فيه شوجر، ممكن نحضر 20 تيوب زي ما حكينا، كل تيوب فيه شوجر بيختلف عن الثاني. طيب هذا بسموه، او في كمان نقطه بدي احكيها، انه بعض احيان لما البكتيريا تعمل فيرمنتيشن لشوجر معين ممكن تعطينا يعني فيرمنتيشن مع اسيد ومع غاز او من غير غاز. الغاز طبعا بيكون CO2 او H2. ففي انواع بكتيريا مثلا بتعمل جلوكوز فيرمنتيشن من غير غاز، وفي انواع بكتيريا بتعمل جلوكوز فيرمنتيشن مع غاز، او في شوجر ثاني زي اللاكتوز فيرمنتيشن من غير غاز او فيرمنتيشن لللاكتوز مع غاز. فبالتالي هذا التست مش لقضيه بس والله في فيرمنتيشن للشوجر اللي بنفحصه ولا فيش، وكمان هل في مع فيرمنتيشن غاز ولا فيش. طبعا عشان يعني نحاول نكشف عن الغاز اللي ينتج اذا صار فيرمنتيشن، كان في فكره بسيطه في عالم اسمه درهمز يعني حط فكره، قال البروث باد بنحط فيه تيوب صغير بكون بشقلب بشكل معكوس، وكون البروث برضه التيوب اللي مشقلب هاي برضه مليان في البروث، يعني شايفين في تيوب رئيسي كبير وفي تيوب صغير محطوط بالشقلوب. وطبعا نفترض انه هون حطينا سكر لاكتوز في التيوب هذا، وزرعنا البكتيريا شويه بكتيريا من اللي بنفحصها، وحطينا في الحاضنه لمده 24 ساعه، فال 24 ساعه البكتيريا بتتكاثر في البروث طبعا لانه بيلعب عندهم بالبروث، واذا صار فرمنتيشن لللاكتوز بصير انتاج اسيد بعطينا لون اصفر، او بصير اللون البروث ثاني يوم اصفر. طبعا اذا صار فرمنتيشن مع اللاكتوز مع انتاج غاز، طبعا الغاز هون ممكن يهرب، بس البكتيريا اللي بتتكاثر في قلب التيوب الصغير لما تنشر البكتيريا في البروث وتتكاثر في كل البروث مع التيوب الصغير هذا، بصير الغاز يعني بتجمع في التيوب الصغير، وبصير الغاز المشقلب هذا يضغط على البروث، كانه التيوب الصغير الغاز اللي بيتجمع فيه بيضغط على البروث اللي بفضيه من البروث، بصير نصه فاضي. فمن اذا صار لون البروث ثاني يعني اصفر، وصار التيوب اللي مشقلب هذا درهمز تيوب نصه فراغ، فصار يعني فرمنتيشن للشوجر اللي حطيناه مع انتاج غاز. صار لون اصفر من غير ما يصير فراغ في التيوب الصغير هذا، بيكون فرمنتيشن من غير غاز. واذا ضل البروث لثاني يوم احمر ما تغير، بكون في الحال هاي ما بصيرش فرمنتيشن للشوجر اللي احنا حطيناه. اوكي، فالتيست هذا اللي حكينا بسموه الفينول ريد بروث تيست. طبعا في يعني مواد غذائيه، في بي اتش انديكيتر، وفي درامز تيوب المشقلب، والشوجر احنا بنقرر اي شوجر نحط، ممكن نحضر 20 تيوب زي ما حكينا، كل تيوب في شوجر معين. ونفحص هاي البكتيريا لاي شوجر تعمل فيرمنتيشن. يعني هون على سبيل المثال، على سبيل المثال عندنا هون سكر واحد، يعني مثلا نفترض هون في عندنا هون سكر الجلوكوز مثلا، عفوا هون عفوا في التيوبات هاي نشوف، نفترض انه في سكر لاكتوز، بنفحص شتي شوكولاي و شيجيلا السني وبسيدومونس ادوجينوزا، مين بيفحص مين بيعمل فرمنتيشن لللاكتوز؟ طبعا كلهم فيهم لاكتوز تيوبات هاي، والفينول ريد بروث تيست بكون احمر، وهذا التيوب بكون يعني مخلي كنترول ما بيكونش فيه شيء. هذا حطينا فيه ايكولاي، هذا حطينا فيه شيجيلا السني، هذا حطينا فيه سيدومونس ادوجينوزا. بعد 24 ساعه بنطلع، طبعا في البدايه كان كل البروث لونه احمر، بعد 24 ساعه نطلع نلاقي يعني الكنترول طبعا ما تغير لونه ضل احمر. هون نشوف ان الايكولاي البروث صار اصفر، معناه صار لاكتوز فيرمنتيشن. نشوف الدرامز تيوب صار جزء منه فاضي، معناه عندك فيرمنتيشن لللاكتوز مثلا مع انتاج غاز. الشيجيلا السني مثلا هون صار البروث اصفر، معناه صار فيرمنتيشن لللاكتوز، بس بنلاحظ انه الدرامز تيوب ما صار فيه فراغ، فما صارش يعني انتاج غاز، يعني فيرمنتيشن من غير غاز. بينما في سيديمونس اوريجينوزا ما تغير لون البروث، ضل احمر، معناه انه السيديمونس اوريجينوزا ما بيعمل لاكتوز فيرمنتيشن نهائيا. ومعروف عن السيديمونس انه ما بيعملش فيرمنتيشن ولا لشوجر اصلا يعني. فهي هون مقارنه بين ثلاث انواع بكتيريا بالنسبه لللاكتوز فيرمنتيشن. طبعا هون معطينا امثله، مثلا حاطين جدول هون شيشوكولاي، هون ايروميناس، هون بروتيس، هون سيديمونس. هذا الجدول مش للحفظ. هون سكر المانيتول، هون سكر اللاكتوز، هون سكر الجلوكوز نفترض. طبعا فيرمنتيشن مع غاز ولا اسيد بس اصفر لون، يعني معناه اسيد. هل في غاز ولا فيش غاز مع الاسيد هذا؟
فبلاحظ الكولايدر المينيتول في بوزيتيف اسيد يعني في فرمنتيشن وفي بوزيتيف جاز يعني مينيتول فرمنتيشن مع جاز. بالنسبه لسكر اللاكتوز برضه بوزيتيف يعني بتعمل لاكتوز فرمنتيشن مع انتاج جاز. بالنسبه للجلوكوز الكولايدر بتعمل جلوكوز فرمنتيشن صار اسيدون اصفر صار مع انتاج برضه جاز. نلاحظ الاوراميناس هاي البكتيريا المينيتول برضه بوزيتيف للفرمنتيشن بوزيتيف للجاز. لللاكتوز لاحظوا نيجاتيف يعني الاوراميناس ما بتعمل فرمنتيشن لللاكتوز طبعا فيش فرمنتيشن فيش جاز. بينما الاوراميناس للجلوكوز بوزيتيف ففي فروقات لو يعني طلعنا الايكولاي والاوراميناس يعني الفروقات بيناتهم كان في لاكتوز فرمنتيشن الايكولاي بتعمل لاكتوز فرمنتيشن مع جاز برودكشن بينما الاوراميناس بتعمل لاكتوز فرمنتيشن بس للشوجر الثانيين بيتشابهوا. ناخذ البروتياس مثلا البروتياس بيعمل فرمنتيشن للمينيتول انتاج اسيد فرلون اصفر بوزيتيف مع برضه الجاز بوزيتيف. لا اللاكتوز بيعملش نيجاتيف المفروض تكون نيجاتيف في غلطه مطبعيه. الجلوكوز بيعمل فرمنتيشن للجلوكوز مع انتاج اسيد. هل سيدوموناس تعالوا سيدوموناس كله نيجاتيف لانه سيدوموناس حكينا بيعملش فرمنتيشن اذا فيش فرمنتيشن طبعا ما فيش جاز اصلا يعني لانه معروف عن سيدوموناس انه ما بيعملش مع الشوبرز نهائيا بيعملش فرمنتيشن للشوبرز. البقدرس في المقابل بنلاحظ انه مثلا بتعمل فرمنتيشن مع انتاج جاز للمينيتول نفس الشيء للاكتوز بينما الجلوكوز بتعمل فرمنتيشن بس من غير انتاج جاز. فهي هون السراشه بوزيتيف للمينيتول بوزيتيف للجلاكتوز بوزيتيف للجلوكوز. لاحظ ان الايكولاي والسراشه بتشابه في الشوجر فرمنتيشن للمينيتول واللاكتوز والجلوكوز ناحيه الفرمنتيشن من ناحيه انتاج الجاز بس لو فحصنا شوجر ثانيين غير ثلاثة شوجر هون ممكن يختلفوا بشوجر الثانيين. فهون احنا يعني عاطين جدول صغير بس حقيقة انه ممكن يكون الجدول هاد مش بس لثلاثة شوجر ممكن يكون 20 شوجر طلع من ناحية الفرمنتيشن اللون تاني غير الاصفر من ناحية انتاج الجاز الفرمنتيشن مع جاز او فرمنتيشن من غير جاز او فيش فرمنتيشن. فبالتالي كل بكتيريا زي بصمة او بروفايل يعني ممكن يميز واحدة عن واحدة من خلال الشوجر فرمنتيشن بروفايل بتاعها مع انتاج جاز او من غير جاز زي ما حكينا في انواع بكثير بتعمل فرمنتيشن نهائيا. هذا بالنسبه للكينو ريد بوست تيست ممكن نحكي عنه. في كمان تيست ممكن نحكي عنه اللي هو بسموه ميتر ريد فوكس بروس كور تيست. ميتر ريد فوكس بروس كور تيست طبعا هذا الاسم التيست سموه هيك بالنسبه لاسامي علماء اللي هو واحد اسمه التو فوكس واحد بروس كور بسموه الام والميتر ريد هاي تسميه لبي اتش انديكيتر برضه بسموه مش واحد حكينا عن بي اتش انديكيتر بسموه الفينو ريد هليت يعني بي اتش انديكيتر بنسميه الميتر ريد. اللهم صل على سيدنا محمد. فهذا الفحص اصلا هو فحصين مع بعضهم مش فحص واحد عشان هيك اسمه ميتر ريد بوكس بروسكوب لانه يعني له الفحص هاد شقين شق بنسميه الميتر ريد وشق ثاني بنسميه اللي هو البوكس بروسكوب. طيب هذا الفحص شو هدفه؟ هون بده يقولنا انه يعني في بعض انواع بكتيريا ممكن تعمل فرمنتيشن للشوجر وبالاخر ما تنتج لنا اسيد. الفحص اللي تحدثنا عنه قبل شوي اللي هو الفينوريد تيست اللي تحدثنا عنه هون هذا الفحص مبني انه البكتيريا لما تعمل فرمنتيشن تعطينا اسيد والاسيد بغير لون البي اتش انديكيتر من اللون الاحمر لاصفر هون مع انتاج جاز او من غير جاز. طيب اذا البكتيريا بتعمل فرمنتيشن ما بتعطيش اسيد فالفينوريد تيست مش راح يزبط لانه فيش تغيير في البي اتش مش تغيير راح يكون في اللون. فبالتالي هم بده يقولوا شغله انه اذا عندنا الفينوريد تيست طلع نيجاتيف البروث ثاني يوم ما تغير اللون طلع لون احمر ما نستعجل نقول انه ما صارش فرمنتيشن لانه ممكن البكتيريا عماله بتعمل فرمنتيشن بس في النهايه بتعطينا مش اسيد. فبالتالي النيجاتيف ريزلت بالفينوريد تيست ما نستعجل يكون نيجاتيف بدنا نرجع للتيست الثاني اللي هو الميتر ريد البوكس بروسكور تيست اللي ممكن يكشف لنا انه البكتيريا بتعمل فرمنتيشن مع انتاج ماده مش اسيدك وبدنا طريقه ثانيه للكشف عنه. طيب فاللي بدي اقوله هون انه بالنسبه للفرمنتيشن باثويز في البكتيريا ما بتعملش فرمنتيشن ولا شوجر ولا شوجر معين بس اثناء الفرمنتيشن نهايه الفرمنتيشن بروسيس اما في انتاج اسيد مع جاز او من غير جاز. وفي انواع بكتيريا بتعمل فرمنتيشن في باثوي ثاني للفرمنتيشن بتنتج ماده بتنتج اسيد بس الاسيد هي بتحول راسا لماده بسموها الاسيتيل ميثيل كاربينول وهي الماده اللي بيشتغل على النيوترال مش اسيد.
يعني الفرمنتيشن للشوجر او في تو باث ويز للفرمنتيشن للشوجر في البكتيريا، يا اما بالاخر منتج لاسيد مع غاز او من غير غاز، او باث واي ثاني بعطينا ماده نيوترال اللي هو الاسيد ميثيل كاربينول. البكتيريا اذا بتعمل فرمنتيشن يا بكون يا عندها يا هذا الباث واي، هذا الباث واي، او ما عندهاش ولا واحد من اثنين باث واي، فبتعمل فرمنتيشن نهائيا لما انتاج اسيد ولا ما انتاج اسيد ميثيل كاربينول. هل في بكتيريا عندها تو باث واي مع بعضهم؟ نادر جدا. البكتيريا اذا عندها فرمنتيشن باث واي يا عندها فرمنتيشن بقدر انتاج اسيد النهائي مع غاز او غير غاز، او انتاج اسيد ميثيل كاربينول، او ما عندهاش لهاد ولا هاد، او طبعا عندها اثنين زي ما حكيت ممكن يكون يعني نادر نلاقي بكتيريا تكون يعني تعمل فرمنتيشن للشوجر نفس الوقت بطريقتين. طيب فقلنا انه الشق الاول للفحص هذا اللي هو المترين يعني هو استخدم عشان الكشف عن البكتيريا اذا عملت فرمنتيشن مع اسيد، يعني هذا كان عاده للتست اللي قبله الفينوريد، بس هون نستخدم بي اتش انديكيتر ثاني اللي هو المترين. البي اتش انديكيتر هذا على فكره تغيير الالوان فيه عكس الفينوريد. الفينوريد كان بي اتش نيوترال احمر بي اتش اسيديك اصفر، المترين عكس بي اتش نيوترال اصفر بي اتش اسيديك احمر، عكس الالوان بتاعت الفينوريد. فهذا هون كنا متاكد نتاكد كمان مره ان البكتيريا تنتج اسيد ولا لا. اذا كان الجواب لا نجي للشق الثاني هو البوغس. فاللي بنعمل في الفحص هذا اصلا يعني اللي بنجيب بروث، في بروث بسموه الميثريد بوغس بروث كوال بروث، هذا البروث بيكون فيه مثل الجلوكوز، بنحضر تو تيوبس من الميثريد بوغس بروث كوال بروث تيست، بيكون فيهم حكينا جلوكوز، نزرع فيهم البكتيريا اللي بنفحصها، وفي البداية طبعاً بيكونش في أي بي اتش انديكيتر فيهم، نحطهم في الحاضنة حسب وقتها لمدة 3 لـ5 أيام. طبعاً في الفترة هاي شو صار في الشوبر اللي في الفحص هاد أو في التيوب هاد، الاحتمالات إنه البكتيريا عملت فرمنتيشن للجلوكوز أو ما عملتش. طب إذا عملت فرمنتيشن للجلوكوز هل أنتجت أسيد ولا أنتجت مادة الأسيد في الكربونول؟ طب هذا التيوبين بعد نزرعهم في البكتيريا ونحطهم 3-4 أيام و5 أيام في الحاضنة، بناخذ التيوبين هدول، أول تيوب نحط عليه نقطتين من الميثريد، نشوف طبعاً في الكشف عن الأسيد إذا في عنا أسيد. طبعاً إذا في عنا أسيد حكينا الميثريد هذا البي اتش إنديكيتر في بي اتش أسيديك بيكون لونه أحمر، في بي اتش نيوترال بيكون لونه أصفر عكس الفينوريد. فإذا صار اللون أحمر معناته إنه أسيد، يعني صار فرمنتيشن للجلوكوز مع إنتاج أسيد. إذا صار اللون أصفر معناه فيش عنا أسيد، ما يعني ما صارش فرمنتيشن للجلوكوز مع إنتاج أسيد. بس لنفحص هل صار فرمنتيشن للجلوكوز مع إنتاج الأسيد مثل الكربونول، ترى بنروح للتيوب الثاني. إذا التيوب الأول كان نيجاتيف كان اللون أصفر فيه، طبعا الميثريد لون الأصفر والنيجاتيف، إذا كان هو نيجاتيف بنروح للتيوب الثاني اللي هو عشان نعمل البوغس بروس كور تيست. التيوب الثاني طبعا احنا حطينا التيوبين زي ما حكينا، واحد لهاد واحد لهاد. في البروث اللي زرعنا فيه البكتيريا في التيوب الثاني بعد الانكيبيشن بيرو، طبعا بنحط اكثر نقطه من ريجنت بنسميه البوغس بروس كور ريجنت. هذا الريجنت بيكون فيه مواد بتتفاعل مع الاسيتيل مثل الكربونول. اذا الاسيتيل مثل الكربونول كانت موجوده في زي الكيراتين ومواد ثانيه، طبعا الاسيتيل مثل الكربونول وجودها معنا انه صار فرمنتيشن للجلوكوز مع انتاج ماده الاسيتيل مثل الكربونول. اذا هاي الماده هي موجوده وحطينا نقطتين من البوغس بروس كور ريجنت، مواد اللي في البوغس بروس كور ريجنت بتتفاعل مع الاسيتيل مثل الكربونول بتعطينا لون حمار او لون احمر معناها بوزيتيف، اذا ما صارش تغيير بيكون لون بيكون نيجاتيف بوزيتيف. فهون بدنا نعرف شغله انه البكتيريا حكينا يا عندها فرمنتيشن باث واي بعطينا اسيد، او عندها فرمنتيشن باث واي بعطينا الاسيتيل مثل الكربونول. فبالتالي البكتيريا اللي بتطلع هذه بوزيتيف يعني عملت فرمنتيشن للجلوكوز مع اسيد، غالبا راح يطلع الثانيه هذه نيجاتيف، واذا طلع الاول نيجاتيف بتطلع الثانيه بوزيتيف او اثنين نيجاتيف. يعني البكتيريا بتعمل فرمنتيشن نهائيا للجلوكوز لا مع انتاج اسيد ولا مع انتاج اسيتيل مثل الكربونول. فالميثريد بوغس بروسكو تيست النتائج بتاعته بتكون واحد فيهم بوزيتيف واحد فيهم نيجاتيف او اثنين نيجاتيف غالبا، يعني اثنين نيجاتيف. فملاحظ هون كيف انه الشيشه كولاي مثلا مثل ريد بوزيتيف بوغس بلس كور نيجاتيف، السيتروباكتر زي الايكولاي تقريبا هاد الانتيروباكتر عكسي مثل ريد نيجاتيف بوغس بلس كور بوزيتيف، الانتيروباكتر مثل ريد نيجاتيف بوغس بلس كور بوزيتيف. السراشيا بنلاحظ انه هذا ممكن او لا، هذا بوزيتيف، البروتيز فولجاريس هذا بوزيتيف هذا نيجاتيف،
البروتيس ميرابيليس هذا بوزيتيف، بس هذا ممكن بوزيتيف او نيجاتيف بعض الاحيان. فلاحظوا انه يا غالبا هذا بوزيتيف او هذا بوزيتيف، اثنين بوزيتيف قليل يطلع، ممكن يطلع لنا اثنين نيجاتيف. للاسف هو مش معطينا هون المثال اثنين نيجاتيف يعني، اوكي، بس حكينا غالبا اذا المثال بوزيتيف هذا نيجاتيف والعكس صحيح، يعني هذا بوزيتيف هذا نيجاتيف، يا هذا بوزيتيف هذا نيجاتيف، او اثنين نيجاتيف اثنين بوزيتيف قليل يطلع. حتى لما تكون اثنين بوزيتيف يكون واحد فيهم يعني ممكن اه ممكن لا، عم بوزيتيف نيجاتيف او ممكن. فبالتالي زي ما حكيت كمان مره، طبعا هي المثبت هي النتائج البوزيتيف احمر نيجاتيف اصفر، بعد ما نحط نقطتين المثبت كبرت عليها، اذا احمر بوزيتيف اذا نيجاتيف، هي البوكس بلس كور اذا بوزيتيف هذا نيجاتيف. هون بعطينا الايكولاي مثبت بوزيتيف بوكس بلس كور نيجاتيف، يعني معناها بتنتج بتعمل فرمنتيشن للجلوكوز مع انتاج الاسيد. الانتيروباكتر بتعمل فرمنتيشن للجلوكوز مع انتاج الاسيد الميثيل كاربونول اللي هو اللي بنكشف عنه عن طريق البوكس بلس كور تيست. فكمان مره بحكي انه اذا كان الفحص الميثيل ريد الفينول ريد عفوا اللي حكينا عنه قبل شوي نيجاتيف، ما نستعجل نقولوش ما صارش فرمنتيشن، لانه ممكن يكون صار فرمنتيشن مع انتاج ماده مش اسيديك، والفحص هذا اللي هو الفينول ريد ما بينفع في الحاله هاي، لانه هذا كله بيعتمد على انتاج الاسيد وتغيير لون الفينول ريد مع انتاج الاسيد، طبعا مع غاز ولا من غير غاز. فبالتالي نضطر نعمل الفحص كمان مره بس بطريقه ثانيه اللي هو الميثيل ريد فوكس بروس كور تيست. اوكي، وبالفوكس بروس كور تيست نتاكد كمان مره ان فيش اسيد او اقول اعطي اسيد او اعطي الشكل الاول من الفحص هذا، والشق الثاني نتاكد طب فيش اسيد، طب هل في عندنا الاسيد من الكاربينول، نشوف البوكس بروس كور تيست. فيمكن يعني بيطلع الثاني بوزيتيف او بيطلع الثاني نيجاتيف، فنتاكد هون. فكمان مره بحكي الميثريد بوكس بروس كور تيست يكون غالبا واحد فيهم بوزيتيف والثاني نيجاتيف، واثنين ممكن يكون نيجاتيف، اثنين بوزيتيف قليل يكون اثنين. طيب عفوا يعني صار مشكله صغيره والمربح تاع الجوال اشتغل. طيب هاي بالنسبه للميثريد بوكس بروس كور تيست. اوكي، هاي هون بعطينا الفلو شارت ايدنتيفيكيشن فلو شارت، هون بقول لنا كيف يعني كيف البلان نمشي عليها في حاله طلعت لنا جرام نيجاتيف بكتيريا، عملنا طلعت بكتيريا على البليت، طبعا نطلع على الانشال جروث كاركترستيك على صفات المستعمرات، نطلع على يعني جرام ستين، طلعت لنا مثلا جرام نيجاتيف افترض، هل طب الجرام نيجاتيف، هل الجرام نيجاتيف ايش؟ الجرام نيجاتيف كوكساي ديبلو كوكساي مثلا كل 200 جرام نيجاتيف، هل هي كوكا بصلاي بيضاويه، هل هي بصلاي، هل شكلها زي الكومر شيب زي الفاصله. فبدايه نطلع على المورفولوجي والارينجمنت، بعدين يعني بناء عليه اذا كانت شكلها زي الفاصله كومر شيب نعمل اوكسيديز تيست، اذا كانت اوكسيديز بوزيتيف او مثلا اوكسيديز بوزيتيف يعني كومر شيب زي الفاصله شكل البكتيريا جرام نيجاتيف كومر شيب اوكسيديز بوزيتيف، معنا نعمل بعديها الفحوصات انها بتنمو على 42 او بتنموش، هل بتنمو على الكلاين ميديا ولا بتنموش، نعمل يوريز برودكشن يوريز تيست او هل هي بوزيتيف او نيجاتيف. فبقولنا اذا كانت بتنمو على 42 معناها الحكي هذا كامبيلو باكتيريجيني، اذا بتنمو على الكلاين بي اتش بي اتش الكلاين معناها فيبريو كوليرا، اذا اليوريز بوزيتيف بتكون هيليكوباكتر بايلوري. فلاحظوا هون انه اول شيء اعتمدنا على الجرام ستين والمورفولوجي انه جرام نيجاتيف كومن شيب، بعدين عملنا الاوكسيديز بوزيتيف انه تكون اوكسيديز بوزيتيف، هذول كلهم اوكسيديز بوزيتيف ثلاثه كلهم يعني الى حد ما زي ممكن يظهر تحت الميكروسكوب يعني تشابه في الشكل الجرام نيجاتيف زي الفاصله عاملين او قريبين على بعضيهم، بس اكيد نميز الثلاثه عن بعضيهم، هذول الثلاثه اوكسيديز بوزيتيف الثلاثه كومن شيب. طيب نيجي للفحوصات هاي مين فيهم، اذا طبعا نفحص الثلاثه على الجروث على 42 نلاحظ انه اذا في واحده بتنمو فيهم على 42 بتكون هي بوستيريوم جيني، نطلع مين بنمو مع الكلام بي اتش اللي بتكون على الفيبريو كوليرا، مين فيها اليوريس انزايم بتكون هي الهيليكوباكتر بايلوري. طبعا في الحاله هاي الثلاثه بيشتركوا في الاوكسيديز تيست بوزيتيف كلهم، والثلاثه يعني لحد ما شكلهم كومن شيب، بس الثلاثه بتميزوا عن بعضهم من خلال خاصيه معينه، هاي خاصيه انها بتنمو على 42، هاي خاصيه انها
pH alkaline تمو عليها إذا كانت جرام نكتب باسيلاي بنروح للاكتوز فرمنتيشن عن طريق الماكونكي مثلا هل هي لاكتوز فرمنتر او لا. طبعا الماكونكي بقولنا البكتيريا جرام نيجاتيف ونعمل جرام ستين جرام نكتب باسيلاي إذا لاكتوز فرمنتيشن يس اور نو. إذا لاكتوز فرمنترز نطلع هل هي مثلا مطال ولا المطايل او هل هي لاكتوز فرمنتيشن فرمنتر. في فحص ثاني بسموه لاكتوز فرمنتيشن على السرعة اللي هي رابيد لاكتوز فرمنتر ولا سلو لاكتوز فرمنتر. إذا رابيد لاكتوز فرمنتر هي بتكون إيكولاي أو كبسيلا أو إنتيروباكتر. إذا سلو لاكتوز فرمنتر بتكون سيتروباكتر أو سيراشيا. إذا ما بتعمل لاكتوز فرمنتيشن بنروح على الأوكسيديز تيست مثلا. فيش لاكتوز فرمنتيشن وفيش أوكسيديز بنفكر بعدها في المجموعة هاي. طبعا من فيش أوكسيديز بنشوف الـ H2S production بعدها. إذا H2S positive مثلاً نشوف بيكون سلمونيلا أو بروتياز. إذا H2S negative no بيكون سيجيلا أو يرسينيا. إذا أوكسيديز positive ممكن ولاكتوز فيش في لاكتوز فرمنتيشن. أوكسيديز positive مثلاً نفكر في السيدومونس. ممكن يعني السيدومونس من صفاته إنه تعمل شتوغر فرمنتيشن نهائياً من صفاته إنه أوكسيديز positive من صفاته خد من أول أروماتيك سميل ومن صفاته كمان إنه ينتج بيجمنتس. فكل هاي المعلومات نجمعها وبتأكد إنه عم يصير سيدومونس. فهي بسميها فلو تشارت. احنا مش مطلوب ان نبصم اشياء عن غيب كلياتها. احنا بنمشي حسب الايدنتيفيكيشن تشارت هاي او بسميها الفلو تشارت بس نعمل الاشي صح وما نغلط. اوكي نعمل يعني ناخذ يعني الاشي في الكروس كاركترستيك نعمل جرام ستين يعني حسب ما احنا شايفين قدام هون نبدا في الجرام ستين او نبدا يعني نبدأ في نشر الجروث كاركترستيكس بس ممكن نطلق من الجرام ستين إنه هاي جرام نكتب بكتيريا. طب جرام نكتب هل جرام نكتب كوما شيب جرام نكتب باسيلاي جرام نكتب كوكا باسيلاي جرام نكتب دبك أوكسايد وبناء على شو بيطلع معنا بعدين وات نيكست. يعني هذا الشيء بيقولنا وات نيكست. إذا كانت مثلا كوما شيب جرام نيجاتيف نروح بالطريقة هاي. إذا كانت جرام باسيلاي جرام نكتب نروح بالطريقة هاي. إذا كانت كوكا باسيلاي بيضاوية جرام نكتب فكر بهدلولة. إذا كانت دبك أوكسايد جرام نكتب فكر بهدلولة أو هي إيرابيك ولا مش إيرابيك مثلاً. طبعاً هدول في طرق تانية ممكن نميز بيناتهم بس المهم حصرنا حالنا بمجموعة بدل ما نحصر حالة كل هدول. لا حصرنا حالنا بشيء يعني بطريقة معينة أو يعني مجموعة معينة بعدين هاي المجموعة حتى في يعني فحوصات مميزة عن هاي المجموعة من أفراد هاي المجموعة بين بعضهم البعض. يعني هاي بنسميها الفلو تشارت. مش مطلوب يعني نبصم إشي عن غيب. ممكن مطلوب تحفظوا الأمثلة اللي بتحطوها هون مثلاً يعني هون أنتوا للامتحان الأمثلة اللي ذكرت في التكست طبعا مش كل الجدول. هاد هون مثلا مثال واحد ممكن مطلوب منكم تعرفوه. أما هدول مثلا هذا أنت يعني بتكون شو قدامك ممكن تشتغل صح تطلع نتائج صح وتشوف هاي كيف وات نكست تعمل. وهون زي ما شايفين في عنا زي جدول حاطين يعني صفات كتيرة مثلا للبكتيريا سن هاي بسيطر باكتر سن هاي. خلينا أخذ شيء واضح مثال واضح شيشة كولاي مثلا شيشة كولاي بقولنا إن دول تيست بوزيتيف مثل ريد بوزيتيف بوغس بروسكور نيجاتيف. هون تحس تاني بسموه سيتريتلس ما خدش نيجاتيف اليورياسيس ما خدش نيجاتيف. هون لاحظوا إنه في عندنا هون 22 بايوكيميكال بروبرتيز هون ضمن الشوجر فرمنتيشنز وكل بكتيريا بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف كذا كذا. فكل واحدة لها بصمة معينة من خلال انزيمات أو من خلال فوسفات ممكن نميز واحدة عن الثانية. اوكي هذا فيما لو يعني الانيشال جروث كاركترستيك ما كانت كفايه بالنسبه لنا وهيك احنا بنشتغل مختبرات الكليه. هذه بنسميه دياجنوستيك مايكروبيولوجي كيف نتعرف على المايكروب. اوكي زي ما حكيت انه يعني ايش ياكم تاخذوا كل مختبر لحاله بنربط معلومات المختبرات اللي اخذناها كلها تحط زي الصوره الكبيره نشوفها نشوف الصوره الكبيره يعني كيف بتكون الصوره الكبيره هاي يعني من ابتداء من كيف نزرع عينه المريض بالفور كودنس سبيكينج كيف نفصل على مستعمرات منفصلة كيف ناخذ الانيشال جروث كاركترستيك كيف نستفيد من المعلومات من الميديا اللي زرعنا عليها بعدين الجرام ستيشن المعلومات اللي بتفيدنا في سبور فيش سبور في كبسول فيش كبسول بعدين نلجا للانزيماتيك انبيوتيكال بروبرتيز تيست موتايل رح ناخذ اشياء عن الموتيليتي. فهنا نعطيكم عملنا امثله. الهدف الرئيسي كله انه نخليكم تعرفوا كيف بفكروا في مختبرات الدياجنوستيك مايكروبيولوجي او كيف احنا بنتعامل مع المايكرو في المختبر على اساس انه نحاول نعرف شو البكتيريا. طبعا لما يكون في مريض عنده انفكشن وخدنا عينه وزرعناها وطلعت في المختبرات هذه بالنسبه لنا انون احنا ما نعرفش شو اللي عمل انفكشن للمريض.
يعني التهابات المجاري البوليه مثلا. صحيح ان الشيشه كولاي مشهوره في التهابات المجاري البوليه، بس مش معناه انه فيش غير الشيشه كولاي، يعني كثير بكتيريا بتعمل التهابات المجاري البوليه. فبالتالي اي بكتيريا اللي بتطلع لنا مزرعه عندنا بول تطلع لنا مستعمرات جروث تصير عندنا، يعني بالنسبه لنا هذا انمون، سواء عينة بول، عينة ندة، عينة ثروت سواب، عينة من أي مريض، أي عينة مايكروبيولوجي من مريض عنده انفكشن مزرعة بتطلع عنا، هذه بالنسبة لنا أمون بدنا نحاول نتعرف عليه، وبناخذ يعني نتعرف عليه في التدريج، ناخذ بعين الاعتبار زي ما حكينا الانشل جروث كاركترستيك، الإكرام رياكشن، المورفولوجي، الأرينجمنت، هل شاكين إن جرام بوست بتعمل سبور، نعمل سبور ستينينج، هل شاكين جرام ممكن يكون نوع كبسول، متأكد من حكاية إن عندي كبسول أو ما عنديش كبسول. طبعا إذا كلينك نيجاتيف نفكر يصير بطريق ثاني، بعدين نلجأ للإنزيماتيك تيست والبايوكيميكال تيست. هذه يعني الخطة اللي نمشي عليها في مختبرات الميكروبيولوجي. أوكي، فمش مطلوب إنه نبصم أشياء عندي، الكتب موجودة والمعلومات موجودة والفلو تشارت هي موجودة كتير بتساعدنا في شغلنا، بس المطلوب إنه نشتغل صح ونطلع نتائج صح، لأنه لو اشتغلنا غلط طلعنا غلط نتائج راح نتوه في الطريق هاي، راح نعرفش كيف نمشي ومش راح نوصل لأي شيء. هذا أول مختبر بالنسبة للبيوكيميكال بروبرتيز تاع البكتيريا، وراح يكون في كمان تسجيل لمختبر ثاني إن شاء الله نكمل عن القصة هاي، كأنها قصة وبدنا نكمل بقية القصة إن شاء الله بالتسجيل الثاني. يعطيكم العافية.